قبل ختام القافلة الطبية، نستمع إلى الحصيلة النهائية عن الأنشطة الصحية التي قامت بها القافلة الطبية التي أقامتها مؤسسة القلب الكبير للسيدة العولة بالتعاون مع منظمة العون المباشر بإقليم الشرق الأوسط. فقد تحدثت مسؤولة البعثة عن أهم الحصيلة. اليوم ختمنا القافلة في مدينة صار ودواهية، وطبعا الحافلة تختلف من حافلة أبشي، لأنه حافلة أبشي في أشخاء أشخاءين كثيرين للمرضى، وحق الحافلة حق صار هي لمرض العيون بس. كان السكان جو قريب 10,000، هم قايلين زي حفلة أبشي، لكن من كان وضحوا لهم إنه ده لمرضى العيون المياه البيضاء. لقينا منهم 6,635، بعد الكشف لقوا 804 مرضى يحتاجوا عملية، والحمد لله 804 مرضى عملوا لهم عملية، والحمد لله لقوا نظراتهم بصرتهم رجع لهم. لكن هنا في صار أقاليم التانين ده وضحوا لهم، لكن ما في ناس كتير جو من الأقاليم الباقين، ولا من اللوغون ولا من المندول. لكن علينا مشينا لحاية كيابي والسيدو لنجيب المرضى، والحمد لله كله لقوا العلاج المعقول. نحن لقينا البوينت فوكال مع الشباب، نور الشباب، هم ساعدوا المرضى وساعدوا الغافلة، الحمد لله نشكرهم. هم مساعدونا يعني الصعوبات تخفف علينا. المؤسسة قدمت للمرضى وجبتين في يوم، وجبة في غداء ومساء يدوم نشا، وطبعا الحمد لله قدرنا وفرنا للمرضى الوجبتين. لقينا هنا أربع جمعيات والمساجين لميزون داري لمدينة صار، والأربعة دا منهم المبروكة ناس السيستر الكاثوليكيين اللي قاعد يقوموا بمساعدة ناس الضعفاء، والجمعية للأرامل، وجمعية للمعذورين. اديناهم من التغذية، من الزيوت، من السكر، من الريس، ومن الذرة. نتوجه لأخواننا يقوموا بأعمال الغيرية والرجال الأعمال. نحن عندنا في تشاد هنا قريب 20 مليون، لكن ده كله ما يقدروا يشيلوا تكلفة نفسهم في الأدوية ولا في الغذاء. نتمنى إنه يساعدوا المؤسسة عشان تساعد الناس الضعفاء، دي يعني مسؤولية وطني، ممكن يساعدوا ناسنا الضعفاء.